لكن تعرفوا احنا رانا قوم اعزنا الله بالاسلام، كما قال محمد قائد اعلى للقوات الاسلاميه المسلحه، ان النفوس اذا تعبت كلت واذا كلت عميت. هذا تعرف احنا رانا نفوس معناها قاعدين نشيخوا وقاعدين نتمتعوا وقاعدين نفرهدوا لارواحنا، وناخذ كلام سيدنا قائد اعلى للقوات المسلحه الاسلاميه. فهمت؟ هذاك علاش. نهاركم زين، نهاركم سعيد، باي باي. قلنا أن نقول الإسلام إلى زوال، ونقول المسلم يمثل خطر على نفسه، ويمثل خطر على المجموعة، ويمثل خطر على الوطن بتاعه، ويمثل خطر على بقية الإنسانية وعلى الناس كل بصفة عامة، ونعملوا لايف ولا نعملوا فيديو ولا نعملوا كذا. شكون يزيد يأكد لنا طرح هذايا؟ طرح هذايا يزيد يأكدوا المسلم في حد ذاته، المسلم في حد ذاته يطلع بتعليقاته ويطلع يهبط في اللايفات وسجل ويأكد ويأكدوا على أنه هو السيد هذاك المسلم، هو يمثل خطر وهو يمثل كارثة على نفسه والحاجة وعلى عائلته وعلى المجتمع متاعه وعلى الإنسانية قاطبة. ما يطلعش واحد مسلم مثلا يقول لك يعطيك ديزارغيمون، يقول لك وأنه مثلا يجيب لك حجج وأنه الإسلام هذا دين سلام ودين محبة ودين، بالعكس يطلع يزيد يأكد اللي نقول فيه والمواضيع اللي نحكي فيها، يزيد يأكد بالسب متاعه، بالتهديد، بالجوليغ متاعه، فهمت، بجميع أنواع العنف اللي يحب يسلطها عليك، ويعتقد أنه قاعد يدافع على دينه. هو في حقيقة الأمر هو قاعد يشوه في صورة الدين، هو في حقيقة الأمر قاعد يعكس في المرآة الوجه الحقيقي للدين. ما يحاولش حتى باش يرقع ولا باش يزين ولا باش كذا، ديريكت يطلع يسبك ويطلع يلعنك ويطلع يقول لك انت وين وانت كذا وانت لازم الحكومة توقفك وانت لازم تتحط في الحبس ويلزم نعتديو عليك، ويتمنى من كل قلبه انه شكون كان يلقى شكون يبعث حد في يعتدي عليك ولا. دونك كيف نقولوا المسلم يمثل خطر على نفسه، ويمثل خطر على المجموعة، ويمثل خطر على عائلته وعلى حياته وعلى، فهمتي، خاطر ما نعرفش وعنده حياة ولا ما عندوش، ولا خاطر الانسان كي يعرض روحه للخطر يلزم يقرا حسابه في عائلته، في خدمته، في حياته، في عندوش كريدي، عندوش حاجة قاعدة تمشي، وش يبني في دار، وش يعمل في مشروع. الانسان هذايا مستعد معناه يعرض حياته للخطر، فهمت، من اجل فكره وهميه، من اجل فكره تنجم تكون صحيحه كما تنجم تكون غلطه، وهي غلطه اكثر من اللي هي صحيحه، من اجل اله عمره ما جاوب الناس وعمره ما استجاب لدعاء، من اجل دين يدعو للعنف ويدعو للكراهيه، يدعو للقتل، يدعو للاحتقار، وخاصه احتقار المراه واحتقار الطفل واحتقار الرجل، احتقار الحياه، يحتقر كل شيء. الدين هذا، دين الإسلام، يحتقر كل ما هو يمشي على وجه الأرض. مش في باله الراجل هو معناها في علية الأشياء بالنسبة للدين، لكن الرجل في حد ذاته هو محتقر. نهارة اللي أنت تخرج من القطيع هذايا يقصوا لك راسك، نهارة اللي ما تعجبكش أنت حاجة يقصوا لك راسك، نهارة اللي أنت ما تصليش الصلوات في ميقاتها يقصوا لك راسك، نهار اللي تشك في الدين هذايا وتعتقد انه دين معناها ارهاب ودين عنف ودين كذا يقصوا لك راسك كيف كيف. دونك والمصيبه وانه
الناس اللي تعتقد أنهم مسلمين ويعتقدوا أنه هو قاعد يدافع على الدين بتاعه، بالعكس قاعد يشوه في الدين بتاعه بالصفة اللي قاعد يرد بها، ما طلعش معايا حتى إنسان يدافع ويجيب حجة ودليل وبرهان على أنه دين الإسلام دين محبة ودين سلام ودين إيخاء ويدعو لله. لا, لا, لا. اللي يطلع معاك في لايف، اللي يطلع معاك في فيديو، اللي يطلع معاك في كذا، في تعليق، في كذا، يطلع يسب ديريكت، يطلع يسب وينعد فيك بجميع أنواع النعود اللي معناها ما تصورش في بالك. دونك هذايا أكبر برهان وأنه الإسلام هذايا لازم يزول، والدين هذايا دين الرعب هذايا، ودين الهمجية، ودين دين أجلاف الصحراء اللي جابونا عقب ننافع، يلزم وزول من المجتمع بتاعنا، خاطر يمثل خطر علينا، ويمثل خطر على الإنسانية قاطبة، ويمثل خطر على الناس كل. وقت اللي نقولوا الإسلام لازم يزول، راني ما عنديش مشكلة مع العباد، يعني راهو الفكرة لازمها تزول. الفكرة اللي هي تدعوك للقتل، تدعوك للسحل، تدعوك إلى قطع الأطراف. وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو للقتل. دونك أكبر دليل وأنه الدين هذا دين رعب ودين قتل ودين سحل ودين احتقار هو المسلم في حد ذاته، اللي قاعد يشوه في صورة الدين، وقاعد يعطي في صورة صحيحة، مش يشوه، هو قاعد يعطي في صورة حقيقية عن الدين، باش بردة الفعل متاعه اللي قاعد يعمل فيها، فهمت، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي باله قاعد يدافع على دينه، وقاعد يدافع على إلهه، وقاعد يدافع على رسوله، لكن في حقيقة الأمر هو قاعد يعكس في الصورة الحقيقية اللي التي هي عليها الإسلام. الإسلام إلى زوال رأي في مصلحة الناس كل، رأي في مصلحة الإنسانية قاطبة، رأي في مصلحتنا الناس كل. الإسلام لازم يزول، الأديان بصفة عامة كلها اللي صنعت وصنعها الإنسان وصنعها البشر لازمها تزول، كي تترك الإنسانية في 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 تعيش في سلام. خليونا أخوي نعيشوا في سلام. أحسن دين هو دين الإنسانية، تحب الناس كل، ما عندك مشكلة مع حتى حد. لذلك أدعو من هذا المنبر إلى زوال هذه الخرافات لكي نعيش في سلام. تحياتي للناس كل.